يا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء، مساء الورد والفل والياسمين والانتصارات في شهر أكتوبر، شهر الانتصارات. وعلى فكرة شهر أكتوبر ده أنا من مواليد شهر أكتوبر. شهر أكتوبر بيفكرنا دايما بالعزة والكرامة. شهر أكتوبر بيفكرنا إن احنا نقدر ننتصر على المعتدين، نقدر ناخد حقنا، نقدر نبقى أمة ودولة منتصرة. شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات، وعلشان كده النهاردة معانا فقرات كتيرة. هنطلع أول فقرة من مطعم كبدة الحرش، والفقرة التانية هتكون هنتكلم فيها عن الحملة الوطنية لدعم الرئيس السيسي للإعلام السياسي، وهنطلع فقرة بعد كده معانا كذا تقرير هتتفرجوا عليهم النهاردة، وهنتكلم كتير عن شهر أكتوبر وانتصارات أكتوبر. هنتكلم كتير عن شهر أكتوبر وانتصارات أكتوبر عشان ولادنا اللي جايين يعرفوا إن البلد دي ما بقتش كده غير بالدم، بدم شهدائها، بدمهم في الحروب، تعبوا وشقيوا عشان يعيشوك دلوقتي في أمان، عشان تعرف قيمة القوات المسلحة، عشان تعرف قيمة جيشك، وتعرف قيمة السلام اللي انت عايش فيه دلوقتي. كل سنة وانتوا طيبين، كل أكتوبر وانتوا سعداء ودايما منتصرين، كل سنة وكل مصر طيبة بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيد. مشاهدينا الأعزاء هنطلع فاصل ونرجع على تقرير، ابقوا معنا. أعزائي مساء الورد والفل والياسمين، النهارده احنا موجودين في اسكندريه، البحر الجميل والاكلات الاسكندرانيه المميزه جدا جدا جدا. النهارده معانا ومعاكم اكله مميزه جدا، وهي اكله الكبده الاسكندراني. من اسمها هي اكله اسكندرانيه، وبما اننا بنتكلم عن الكبده الاسكندراني فلازم نجيب المطعم اللي بيقدم اصل الكبده الاسكندراني، وهو مطعم الحرش الاصلي. يلا بينا نشوف الكبده الاسكندراني في مطعم الحرش الاصلي. هنا ومعاكم مستر هاني الحرش، صاحب مطاعم كبده الحرش الاصلي. بنرحب بحضرتك في البرنامج. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا. طبعا احنا من صيت الكبده وقد ايه هي فيري سبايسي، او اكله كده حرشه من اسمها، قلنا لازم نصور مع حضرتك. ربنا يبارك لك وتشرفنا بيكو. ويعني كبده الحرش عاملين منتج يليق باهل اسكندريه، وعاملين منتج كويس بتتبيله كويسه. واحنا بفضل الله، يعني انا بقالي 20 سنه في المجال، من 99. 20 سنه في المجال ما شاء الله، يعني هي المهنه او الحرش متوارثه. الحمد لله، من الحاج والدي عليه رحمه الله، واحنا بقالنا 20 سنه في المنتج، وبطور بفضل الله كل سنه بطور في المنتج. الحمد لله رب العالمين. المره دي عايزه مره كمون، مره طومه، يعني بنحاول نعمل خلطه تبقى الكويسه تليق بالحرش. ما انا بقى عايزه حضرتك تقول لي وتقول للمشاهدين ليه كبده الحرش مميزه، وليه اللي بياكلها بيرجع لكم تاني وتالت ورابع وما بيقدرش يبعد عن كبده الحرش، ايه السر؟ والله هو مفيش سر ولا حاجه، هو توفيق من الله عز وجل علينا، بس بفضل الله انا بختار منتج كويس اشتغلت عليه مداوم، يعني لو مش موجود ما عايز منتج كويس، بطلب المنتج بتاعي بحاجات معينه وبدخله المصنع بتاعي وبقطعه وبديله حباشه، فمستمر على المنتج ده، يعني بجيب افضل منتج عشان اطلعه افضل حاجه للعميل. اكيد طبعا، وطبعا العملاء لما بيحسوا ان المنتج جيد والطعم جميل وكمان الخامات ممتازه فبالتالي بيجرب مره واثنين وثلاثه. الحمد لله، ده بفضل الله علينا، واحنا تملي يعني بحاول انا اطور المحلات، وان شاء الله باذن الله هنبقى في الافضل، وان شاء الله عن الفروع يعني ربنا كرمنا، وفي فرع في سيدي جابر بناء عن رغبه العميل او الجمهور بتاعنا، يعني بيكلموني بيقول لي احنا محتاجينك في سيدي جابر، محتاجينك، فبفضل الله ربنا كرمنا بمحل في سيدي جابر، وان شاء الله الافتتاح بتاعه كمان 10 ايام. ما احنا هنصوره برضه ان شاء الله، تتشرفونا طبعا في شارع المشير، وهنعمله حفله كده في حب مصر، يعني هنعمله حفله ان شاء الله بمنتج الحرش في حب مصر. واكيد مصر دايما بتبقى فخوره بابنائها زي حضرتك اللي بيطور دايما من نفسه وبيشتغل على نفسه عشان منتجه يبقى افضل وافضل وافضل، وبيفتح بدل الفرع اثنين وثلاثه واربعه، وهو ده الازدهار اللي مصر عايزاه دايما من ابنائها. ان شاء الله ان شاء الله نكون في الافضل، ويبقى مشروع للشباب،
وانا ربنا بيكرمني يعني لما باجي بفتح محل بيبقى فيه حوالي 8 افراد، فبفضل الله بيبقى فيه عماله موجوده، وان شاء الله هنتوسع في اسكندريه الايام الجايه دي باذن الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونروح القاهره كمان باذن الله. ما شاء الله، واكيد القاهره هترحب جدا بكبده الحرق. ربنا يكرمك يا فندم، واحنا يعني بتملي بنبقى عايزين نعمل منتج يعني الناس تتبسط منه ويكون منتج يكون جيد، وانا الحمد لله عندي دورات في الصحه كل شهر بفضل الله بتنزل الصحه تاخد من عندي من المحلات، وما بفتحش الا بتراخيص من المحافظات عشان يبقى المحل في حاجه كويسه ويبقى عندي ورق للمحل، فالحمد لله احنا عايزين نشتغل بحاجات كويسه بحيث للناس بسطها المنتج بتاعنا ونحس احنا عملنا حاجه كويسه للناس. ما شاء الله ممتاز جدا، وانا لاحظت حاجه، لاحظت ان حضراتكم كلكم محافظين جدا على الاجراءات الاحترازيه، يعني انا فعلا لما جيت لقيت فعلا كل الستاف، كل الكاشيرز، كل الويترز، كل ربع ساعه بيتعقموا، الجلافز لابسينها، الكمامات، ملتزمين جدا 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 بالاجراءات الاحترازيه، ده شيء جميل. تمام يا فندم، ده امر طبيعي، لان الاديه ده منتج ده اكل، فلازم تكون الحاجه متظبطه، وانا طبعا منبه على المديرين اللي لازم يبقى بين الشيفت لازم يلبس القلافز ولازم يلبس الكمامه عشان صحه الناس اهم حاجه، لان هو بياكل داخل عند الحرش، فلازم يلاقي نفسه اللي هو في امان، لكن هو فاحنا عايزين تملي نبقوا في حاله كويسه مع الناس. ربنا يبارك لك يا فندم، فاحنا ان شاء الله باذن الله الفروع يعني بفضل الله عندنا الفروع كلها في الترسانة البحرية نفس الوضع. يعني الفرع الرئيسي بتاع حضراتكم موجود في الترسانة البحرية؟ بفضل الله في الترسانة البحرية من يعني بقاله بالظبط كده 20 سنة. ما شاء الله، اللهم بارك، ودايما الاستمرارية بتكون دليل قوي جدا على النجاح. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. وقول لنا بقى مفاجآتك والفروع اللي هتفتح جديد. ان شاء الله باذن الله المحل بتاع سيل جابر كمان 10 ايام زي ما قلت لحضرتك، وان شاء الله واخدين في ظهر الشيرتون، واخدين محل ان شاء الله باذن الله يبقى عاملين له كمان ستايل موضوع تاني وشغل تاني خالص، وان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله، واخدين محل في سموحه، هنعلن عن المحلات دي في الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا دايما يوفق حضرتك، وده بدي برغبه يعني سكان بناء على طلب الجماهير ان شاء الله باذن الله. فاحنا مبسوطين والله، فرحانين اللي احنا بنقدم شيء كويس والناس مبسوطه، فاحنا عايزين نقدم المنتج اللي الناس مبسوطه منه، ونكون على يعني يكون يعني على حسن ظن الناس اللي احنا بننزل منتج اللي الناس مبسوطه منه. اكيد، ودليل على النجاح هو الاستمرار، ومعنى ان كبدة الحرش الاصلي بقالها 20 سنة يبقى ده دليل قوي جدا على النجاح، واكيد لاقت من حضراتكم قبول شديد جدا وحبيتوها جدا. كبدة الحرش حضراتكم لو ملاحظين الكاونتر بتاعهم ازاز، يعني بيعملوا قدامكم الكبدة، يعني على عينك يا تاجر، بيوروا لكم المنتج، ما عندهمش حاجة يخبوها، في نظافة، في منتج أصلي، في منتج نظيف وطعمه رائع، كمان بيعملوا تحبيشة هايلة جدا وهو ده سرهم. حضراتكم لو تحبوا تجربوا كبدة الحرش موجود دلوقتي، الحرش الأصلي، لازم أركز على الأصلي لأن في ناس كتيرة تقليد، لكن هنا كبدة الحرش الأصلي. كبدة الحرش الأصلي موجود على الشاشة دلوقتي، أرقام التواصل وكمان الفروع، العناوين الخاصة بالفروع، وكمان رقم الدليفري. عايزين بقى ندخل مع الشيف ونتفرج على الحاجات الجميلة اللي موجودة جوه. عايزين نتعرف على مراحل عمل الكبدة مع مستر هاني صاحب مطاعم الحبش الأصلي. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا حضرتك عاملين الكبدة المتبلة، عاملينها بطريقة في العلبة بحيث العميل بتاعنا يعني ياخد العلبة ويستعملها في البيت متبلة، عليها ممتاز حاجتها كلها زي الشندوتش بالظبط، هياخدها يحمرها في البيت من غير أي إضافات، ويعني وإحنا بنحاول نعمل منتج كويس يطلع من المصنع بتاعنا في قلب العلبة مبردة، يجي في العربية عندنا مبردة ويخش التبريد بتاع التلاجة يبقى كويس في التبريد، والعميل بفضل الله ياخد العلبة بتاعتنا يروح بيها البيت يبقى برضو مبردة يحمرها بس على طول، وده المنتج ده إن شاء الله هنعملوه في المحلات
اللي احنا باذن الله هنفتحها في الايام اللي جايه دي عشان نعرف اهل خط الرمل اللي احنا عندنا كبده نيه متبله نص كيلو ربع كيلو اللي هم ان شاء الله حاجه هتبقى مشرفه وهتبسطوا جدا. ممتاز جدا يا مستر هاني، يعني حضرتك لو راجعه من الشغل ومستعجله ممكن تاخدي نص كيلو او ربع كيلو كبده متبله جاهزه، هتاخديها تقليها فقط من كبده الحرش الاصلي. مشاهدينا الاعزاء ما زلنا معكم في كبده الحرش الاصلي، ابقوا معنا. الحرش الاصلي لكل الشعب المصري.